أتيت إلى فودو يجب أن تشاهد عرض سارد القصص أو الحفوات، فقط هكذا يمكنك أن تتقرب أكثر من ثقافة مدينة فودو. أوكي، على ما يبدو أنه في أحد بيغني أو عم بيأدي عرض. لازم أستكشف. لا أفهم شيء من عامية فوجو، لكن يبدو الأمر ممتع. يتم استخدام أدوات بضرب فيها على الطاولة. انتهى العرض، لكن عندي فضول كبير أعرف إيش معنى القصة اللي رواها قبل قليل. يلا نسأل.老师好，我有几个问题想请教一下您，可以吗？可以。像您刚刚的这个评话，但是我就没有听懂，因为你在讲的是福州话，是吧？是是是。那您刚刚唱的是什么意思呀？讲的是什么东西？故事是正德下江南。哦。书目是正德下江南，可以。这个叫班子哈。班子我可以带着吗？可以可以带，有点带带左边，有讲究的哈，要左边。哎，这个叫老伯，老伯，红酒好的萝卜，萝卜，这个叫压镜，这个是竹柱啊，用敲打这个老伯，手要压在这伯眼旁边，放在伯眼旁边。你敲打老伯，它就会发出这个共振的声音。一二，稍微松一点。但是没有你那个声音不一样。其实你很聪明的，教这个敲打劳勃，劳勃会打响，起码要两天时间。你还没有一个钟头时间就能打响。太好了，太好了。其实很聪明。يبدو الأمر بسيط لكنه معقد بالفعل له تقنيات خاصة. بالفعل الأمر معقد جدا. سأجرب للمرة الأخيرة. والإشي اللي جذبني بالفعل إنه هذا فن قديم جدا لكن حافظوا عليه إلى اليوم، بالفعل شيء جميل. جاو لي بيلاو جيندان دي فوزو هوا تشي ليو بي ليو مو تي هو جي يي جي جي يي بس يي بس اي جو 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 تشي ليو تشي ليو بي ليو بي ليو مو تي مو تي هو جي هو جي اي تشي ليو بي ليو مو تي هو جي 连起来就算了。老师，我教你阿姨，你能不能说一句？就一个词。就一个词。一个词。مرحبا مر مايدا هابا لا مايدا هابا مرحبا مايدا هابا